أسعد الله أوقاتكم متابعينا الكرام بكل خير وراحة بال وين ما كنتوا، ورجعنا لكم بتغطية جديدة ومنتجات جديدة ومميزة من فرع جدة شارع 60 شمال دوار الفلك مقابل البيك، وفروعنا الرياض مخرج 29 شارع بلال بالرباح، خميس مشط فرعين الخلدية وحي الضيافة. اليوم بداية تغطيتنا بداية جدا جميلة من القسم الجميل قسم المعدات والخردوات، ما شاء الله تبارك الله جميع القطع والمنتجات الدقيقة اللي ما بتخطر على بالكم متوفرة لدينا في شركة مجمع الشامل. تلفت عندكم بعض القطع ومحتارين من وين تجيبوها، لا تفكروا لا تحتاروا ولا تروحوا بعيد، متوفر لدينا قسم جدا كبير ويلبي جميع احتياجاتكم بجميع المنتجات اللي ما بتخطر على بالكم. تعالوا نشوف المتوفر في القسم. رح نبدأ بالشواحن، متوفر لدينا شواحن السيارات بهذا الشكل والمراية الصغيرة للسيارات، والمنتج المميز الأداة الجميلة هذه، طبعا هذه تثبتوها في السيارات لوضع الأكواب بكل أريحية، شايفين بهذا الشكل رائع جدا رائع وعملية، تثبت فيها أكواب القهوة أكواب العصير كل واحد واستخدامه. مقياس الحرارة، الحبال بمجموعات متنوعة، واللاصق السحري الجميل هذا، طبعا هذا راح يجيكم دبل من الجهتين، رائع 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 جدا رائع، واستخداماته متعددة، بإمكانكم تثبتوا فيه اللوح، استخدامات جدا رائعة وثباته قوي وعن تجربة، وراح تاخذوا المجموعة كاملة رولين 5.75 ريال هللة. والمنتج المميز اللي حبيته رجعنا وفرنا لكم من جديد ستارة البانيو، راح تجيكم مجموعتين متنوعة، ما بين المجموعة هذه راح تجيكم الليفة والستارة والحد والدوائر هذه او العلاقات، والمجموعة الثانية راح تجيكم دعاسة مانعة للانزلاق والستارة. شوفوا ما شاء الله المجموعات لجميع الادوات والمعدات اللي بتحتاجوها في بيوتكم، المسامير الزراديات المفكات متوفرة بجميع الاشكال، وداعا للمواقع واهلا بتوفير جميع متطلبات عملائنا في شركة مجمع الشامل. شوفوا معايا هذا المنتج رائع، طبعا كيف طريقة استخدامه، تحطوه في ارجل الطاولات او الكراسي، راح تجيكم اربع قطع بالشكل الدائري او المربع لمنع الخدوش على الباركيه، شايفين ما شاء الله العين السحرية، الادوات الدقيقة جدا جميعها متوفرة. الأكفال بأحجامها المتنوعة، حتى أكفال الأبواب متوفرة لدينا، وأحلى أمهات وينكم، تلفت عندكم مقابض القدور أو الأغطية لا تشيلوهم، تعالوا شركة مجمع الشامل وفرنا لكم كوليكشن لقطع غيار غطي القدور عفواً، شايفين جايب اكثر من شكل واكثر من لون، ما بين الخشبي ما بين البلاستيك والستيل جميعها متوفرة، ما شاء الله تبارك الله القسم يلبي جميع احتياجاتكم. والمنتج الثاني المميز اللي توفر لليوم اللمبة الجميلة هذه، طبعا راح تجيكم تشتغل بالبطارية، رائعة لو تضعوها في الدواليب من الداخل، دواليب الملابس دواليب المطبخ رائعة، شايفين راح تجي بحجمين مختلفة، وعندك ملابس لك او لاطفالك طلعت كبيرة ومحتارة كيف تضيقيها لا تشيليهم، شركة مجمع الشامل الحل لجميع الصعاب، وفرنا لكم الاداة الجميلة هذه، وبإمكانكم أيضا تستخدموها للأحذية وانتو بكرامة وللأحزمة جدا عملية.
المفكات أحجامها المتنوعة، وداعا للألم وأهلا بالراحة الأطفال. أحلى متابعين، شوفوا معاي المنتجات الرائعة عندنا. هذا المنتج الأول طبعا راح يجيكم سيليكون، ثبتوا في الأطراف الحادة، الطاولات، الكراسي، لمنع ارتطام رأس الطفل، لمنع الجروح. رائع جدا رائع، اللي عندهم أطفال بجد لتفوتوا، استخدامه جدا سهل. خذوك حماية لأطفالكم بعد الله، رائع بمعنى الكلمة، بجد لتفوتوا. جميع المنتجات اللي بتلاقوها في المواقع وفرناها لعيونكم. والمنتج الثاني هذا المقبض الباب، راح يجيكم قطعتين، ملمع الأحذية طبعا راح يجي مزود بقطع غيار لسفنج الأحذية، وانتم متخيلين انكم راح تاخدوا المجموعة التوفيرية الكاملة ب5.75 ريال. هللة بجد يا بلاش. متوفر لدينا ايضا قطع غيار لقدر الضغط بأحجام متنوعة، الغرب جميع انواعه، والأداء الجميلة هذه اللي ما بتلاقوها إلا في المواقع وفرناها لعيونكم. طبعا هذه أداء لإزالة الوبر من الملابس والنمش، استخدامها جدا سهل، وراح تاخذوا كل قطعة ب5 ريال. وأحلى أمهات اللي بيحبوا يخزنوا الألحفة الملابس وما عندهم مكان في الدولاب وما عندهم مساحة لتشيلهم، شركة مجمع الشامل واجهتكم الأولى وفرت لكم جميع احتياجاتكم. وفرنا لكم هذه المرة أكياس التخزين بحجمين مختلفة، ما بين 60×80 وما بين 70×100 سنتيمتر، رائعة. تعالوا خذوها وخزنوا جميع احتياجاتكم بكل أريحية مع منتجات شركة مجمع الشامل. وكثير منكم سألني عن المنتج الجميل هذا، طبعا هذا المنتج لعدم ارتطام الباب بالجدار، لعدم تخدش الجدار، بتثبتوه في الأرض بكل أريحية بالمسامير، طبعا راح يجي بأحجام متنوعة. كل ما هو مميز وبيلبي احتياجاتكم راح تلاقوه متوفر في شركة مجمع الشامل وبسعر ياخذ العقل. جميع المنتجات ب5.75 ريال. هللة، ورجعنا وفرنا لكم من جديد الستاند الجميل هذا متعدد الاستخدامات، بإمكانكم تضعوه للوح، بإمكانكم تضعوه للأطباق، كل وحدة وإبداعها. متوفر بعدة ألوان وبعدة أحجام. ما شاء الله تبارك الله، بجد القسم هذا جدا جميل ويلبي جميع احتياجاتكم، أنصحكم ما تفوتوا. كل منتج فيه أحلى من الثاني. شوفوا معايا المنتج هذا الجميل، عندك كركبة في الأسلاك وطايحة، تعالي خذ المجموعة الجميلة هذه لربط الأسلاك لتعطي منظر آمن ومريح أيضا للنظر. الشطافات بجودة لا يعلى عليها، واللي سألوني أيضا على أكياس الفساتين والملابس ما زالت متوفرة لدينا بأكثر من لون. شوفوا معايا المنتجات، بجد كل ما يخطر على بالكم راح تلاقوه في شركة مجمع الشامل. هدفنا دائما وأبدا رضاكم والتميز شعارنا، ودائما بنحب نشوفكم راضين. والطفايات وفرناها لكم بأكثر من شكل، ما بين المعدن، ما بين الكريستال، وما بين البلاستيك أيضا، ولكم حرية اختيار الشكل والحجم اللي يناسبكم. شوفوا معايا هذا الشكل، بإمكانكم أيضا تضعوه في السيارات، راح يجيكم بهذا الشكل، وما بين الخشبية. دائما بنهتم بتوفير خيارات متعددة والاختيار لكم. جميع قطع الغيار اللي بتحتاجوها في بيوتكم أو تلفت عليكم، تعالوا وجهتكم الأولى شركة مجمع الشامل، شركة الجمال والتميز، شركة توفير جميع المتطلبات اللي بتحتاجوها، وخذوا جميع احتياجاتكم من عندنا. شوفوا ما شاء الله تبارك الله،
المصفاة، قطع الغيار الدقيقة، جميعها متوفرة. ومحبين الزراعة وينكم لا تروحوا بعيد، شركة مجمع الشامل وفرت لكم مجموعة جدا رائعة للزرع ما بين الأدوات الجميلة هذه، شايفين بأكثر من حجم وبأكثر من شكل. طبعا جميعها راح تجي بالحجم المتوسط للكبير وما بين أحواض الزراعة، ولكم حرية اختيار القطع اللي بتناسبكم. وبعد ما تاخذوا الغرة لا تنسوا تاخذوا رول الغرة هذا، وكل مجموعة ب5 ريال. والأحلى من هذا إنه بنوفر لكم مجموعات توفيرية، شايفين ما شاء الله تجمع لكم أكثر من منتج والسعر راح يجيكم واحد. المطرقة بأكثر من شكل والأداء الجميلة هذه، شوفوا معايا المنتج الجميل لحماية السيارات، راح يجي بأكثر من رسمة. متوفر لدينا أيضا كفر أو حافظة للدركسون بأكثر من لون، ما انتهينا. القسم جدا كبير ويلبي جميع احتياجاتكم. أحلى أمهات تلفت عندكم بعض قطع المكنسة الكهربائية وشايلينهم كيف تغيروها، شركة مجمع الشامل وفرت لكم جميع احتياجاتكم من بعد اليوم لا تشيلوهم. تفضلوا بزيارتنا في شركة مجمع الشامل وخذوا جميع احتياجاتكم من عندنا. شايفين ما شاء الله جميع القطع اللي بتحتاجوها، متوفر ايضا اللي الجميل هذا واللي طالعين رحلات او دائما بيحبوا يشيلوا معاهم المويه العصيرات وما عندهم حافظه. وفرنا لكم الحافظات الجميله هذه باكثر من لون وراح تجيكم محكمه الغلق. ولكثرة طلبكم على القربه يا احلى متابعين رجعنا وفرنا لكم من جديد، شايفين باكثر من لون. وراح تاخذوا كل قطعة ب5 ريال 75 هللة. متوفر لدينا ايضا بنفس القسم لمبات الليد بجميع الالوان ما بين اللون الابيض واللون البيج واللون الاصفر، وبامكانكم قبل ما تاخذوها تجربوها في هذا المكان وتاخذوها بكل اريحية. شوفوا ما شاء الله تبارك الله القسم جدا كبير للإضاءة. وجميعها جودتها رائعة وعن تجربة. ومن المنتجات المميزة اللي توفرت عندنا البخاخات الجميلة هذه، شايفين بأكثر من لون. اللي حابة تعيد تدوير منتج، حابة تبدعي وتضيفي بعض إبداعاتك على منتج معين، تعالي خذي اللون اللي بتحتاجيه وشاركيني أجمل إبداعاتك رائعة. شايفين متوفر بأكثر من لون، اللي بيحبوا يعملوا المشاريع كثير راح تفيدكم. ومن قسم المعدات تعالوا نشوف القسم الجميل قسم المنظمات. نبدأ بالمنتج المميز، منظم الحنفية، طبعا راح يجيكم بهذا الشكل الجميل. طبعا انتوا عارفين في المواقع بكم بتلاقوه، وفي شركة مجمع الشامل شركة الجمال وفرنا لعيونكم ب5 ريال 75 هللة. طبعا بامكانكم تضعوه في دورات المياه في المطابخ لتنظيم جميع ادواتكم جميع مستلزمات النظافة، رائع وعن تجربة. شايفين هذه طريقة استخدامه، وراح تاخذ كل قطعة ب5 ريال 75 هللة، الحقوا عليه. والمنتج الثاني راح يجيكم 2 في 1، منظم أورف، وبنفس الوقت راح يجيكم معلاق.
شايفين تعلقوه في دورات المياه او المطابخ، تضعوا عليه اللوشن وهنا المناشف او الليفة، جدا رائع وراح ينظم لكم ادواتكم. متوفر طبعا باللون الابيض وباللون الفضي، ومن المنتجات الاكثر طلبا والاكثر مبيعا منظم الاطباق، بتعاني من الكركبة، تعالوا خذيه، وبيعطي منظر جدا رائع في المطبخ وعلى طاولة الطعام ايضا للاطباق. طبعا متوفر باللون الفضي وباللون الذهبي، هذا الشكل الثاني راح يجيكم بالتدرج، وبتبحثوا على علاقات او شماعات لغرف الضيوف، للمداخل، للمطابخ، لدورات المياه. لا تروحوا بعيد، وفرنا لكم كولكشن متنوع ما بين اللون الفضي والذهبي والروز جولد. شوفوا معايا اشكالها، اشكالها جدا جميلة. طبعا هذه للمطابخ، متوفرة ايضا تشكيلة رائعة بجميع الاحجام. واكيد في كل بيت ما لنا غنى عن القاعدة او العزل الحراري، متوفر لدينا باكثر من لون وباكثر من شكل. تضعوا عليه القطع الحارة، القدور او البراد بكل اريحية، متوفر باللون الاسود او الخشبي. وايضا من المنتجات الرهيبة اللي وفرناها لعيون اجمل متابعين، منظم الملاعق الدوار. طبعا قبل فترة وفرناه وما شاء الله انتهت الكمية، وكثير منكم طلبنا نوفره من جديد، رائع بمعنى الكلمة. طبعا هذه المنتجات ما بتلاقوها الا في المواقع، ودائما بنحب ندلعكم ونميزكم باحلى المنتجات. شوفوا معايا يتعلق بهذا الشكل وقابل للدوران، بجد ليفوتكم. واهلا اهلا بالمنتجات الرائعة لعيون اجمل متابعات، احلى امهات وينكم. شوفوا ايش رجعنا وفرنا لكم من جديد، حامل ملاعق الطبخ او ملاعق الغرف، راح يجيكم معدن وتثبتوا عليه ملعقة الطبخ بكل اريحية بهذا الشكل، ايش رايكم فيه؟ وايضا بامكانكم تضعوه على طاولة الطعام لملاعق الغرف، رائع بمعنى الكلمة. اللي بيعانوا من وساخة الفرن او رخامة المطبخ لا تشيلوا هم، تعالوا خذوه بعد ما تطبخوا تثبتوا عليه الملعقة بهذا الشكل، رائع بمعنى الكلمة. ما شاء الله شركة التميز دائما بتحب تميز عملائها بأحلى المنتجات. شوفوا معايا كمان هذا المنظم، طبعا بإمكانكم تثبتوه بمسامير وبإمكانكم أيضا بلاصق، للملاعق للمناشف كل وحدة وإبداعها. كل ما يخطر على بالكم متوفر لدينا في شركة مجمع الشامل، تفضلوا بزيارتنا وخذوا جميع احتياجاتكم من عندنا. أذكركم التصوير من فرع جدة، شارع 60 شمال دوار الفلك مقابل البيك، وفروعنا الرياض مخرج 29 شارع بلال بالرباع، وخميس مشيط فرعين الخالدية وحي الضيافة. راح نعمل جولة خفيفة في قسم أدوات الطبخ والمطبخ، وراح أوريكم المنتجات المميزة اللي توفرت عندنا لليوم. أحلى طباخات وأحلى مبدعات وينكم، شوفوا شركة مجمع الشامل إيش وفرت لكم اليوم. قطاعة الكيك الجميلة هذه، وداعا للمواقع وأهلا بالراحة وبتوفير جميع المتطلبات في شركة مجمع الشامل، رائعة اللي بيحبوا يعملوا بالذات الكيك لا تفوتكم. طبعا راح تقطع الكيك بهذا الشكل وقابل للتعديل، الحقوا عليه. وبعد ما تاخذوا الأداة الجميلة هذه أكيد لا تنسوا تاخذوا القطعة الجميلة هذه، طبعا راح تجيكم بالحجم الكبير لتزيين الحلويات ببودرة السكر أو ببودرة الشوكولات، متوفرة بأكثر من لون. ما شاء الله عندنا قسم المطبخ وأدوات الطبخ دائما متجدد، ما بين القوالب وما بين الملاعق وجميع احتياجاتكم راح أغطيها لكم بإذن الله بالتفصيل في أقرب وقت. راح ننهي تغطيتنا اليوم من قسم الخشبيات،
وإذا ما دلعنا أحلى عملاء وميزناهم بأحلى المنتجات راح ندلع مين؟ شوفوا معايا من قسم الأدوات الخشبية أو الخشبيات، وطبعا كلنا عارفين الخشبيات ما زالت ترند الموسم والهبة. شركة مجمع الشامل بتوفر لكم كل جديد وكل ما هو جميل. شوفوا معايا التشكيل الجديد للأطباق، طبعا راح تجي بالأحجام الكبيرة، ما بين اللي تجيكم أكثر من خانة، وما بين اللي بتجيكم خانة واحدة، وما بين عبارة لوف الأكثر طلبا. وانتم متخيلينكم راح تاخذوا العبارة كاملة بخمسة ريال 75 هللة. شوفوا جمال الأشكال، شوفوا الأناقة، رائع بمعنى الكلمة، كل شكل أحلى من الثاني. ومن الأشكال الجديدة اللي توفرت عندنا راح تجي بالثيم الجميل هذا، ما بين الشكل الدائري أو المربع، بإمكانكم تضعوها كقاعدة للتقديم، وبإمكانكم لتقديم الحلويات الشوكليت. وبعطيكم فكرة جدا رائعة، بإمكانكم تضعوها كقاعدة للشموع للعطور، بتكون بمنظر ولا أروع. وبإمكانكم أيضا اللي عندهم صوالين بإمكانكم تاخذوا المجموعة الجميلة هذه، طبعا تضعوا بداخلها اللوشن وجميع احتياجاتكم للاسترخاء الشموع، كل واحدة وإبداعها. التشكيلة جدا رائعة بجد، لا تفوتوها. وبعد ما تاخذوا المجموعة الخشبية أكيد لا تنسوا تاخذوا البرطمانات بالغطاء الخشبي بأكثر من حجم، وبكذا بتكون بشكل ولا أروع، طقم متكامل. ومن الجديد يتوفر لدينا أيضا صينية التقديم الجميلة هذه، وأيضا لها عدة استخدامات للتقديم أو لتنسيق أجمل هدية، كقاعدة للعطور للشموع. تعالوا خذوها وشاركون أجمل إبداعاتكم. ما شاء الله قسم الخشبيات دائما متجدد، ما بين الأحجام الصغيرة إلى الأحجام الكبيرة، وكل التميز والدلع أكيد لمتابعتنا الجميلات. رجعنا وفرنا لكم من جديد قطع الديكور الخشبية هذه بأكثر من لون، لها استخدامات متعددة. بعطيكم فكرة جدا رائعة، بإمكانكم تستخدموها كقاعدة للتقديم، تقدموا عليها ضيافتكم، وبتكون بشكل غير معتاد وشكل لافت للأنظار. وبإمكانكم أيضا تضيفوا لها بعض الورد وتعلقوها على الجدار كأجمل ديكور، كل واحدة وإبداع. تعالوا خذوها وشاركوني أفكاركم وإبداعاتكم. طبعا الزبديات الجميلة هذه راح تاخذ الاثنين وخمسة ريال 75 هللة. لا حبيبتي هاي صينية عادية. لا والله مخلصة. ايوه. اذكركم التصوير من فرع جدة، شارع 60 شمال دوار الفلك مقابل البيت. تفضلوا بزيارتنا وخذوا جميع احتياجاتكم من عندنا، كل ما يخطر على بالكم وكل ما تحتاجوه متوفر تحت سقف واحد. وبكذا رح ننهي تغطيتنا لليوم، اشكركم على المتابعة، واللي عنده اي تعليق يكتبوا لي على الدايرة، تشاركوني اجمل ابداعاتكم، انا دائما بانتظارها.